Hello, dear students. So, اليوم بدنا نشتغل مع الفحم. هذا هو الفحم الطبيعي، اوكي؟ اللي اسمه ويلو تشاركول ستيكس. This is a Chinese brand. It's a good brand and at the same time it's not very expensive. It's not يعني it's much less than the ones that have brand names. And I have tried it. It's very good. في بقلب العلبة thin stick شوي وفي a bit thicker stick. هلا usually إذا منشوف مثلا من ورا بيكونوا حاطين which size of a stick this is. If it's very thick في بعض أضخم من هيك. If it's medium or it's thin. بعد في thin أكتر من هيك. وفي أوقات علب بتلاقوا فيها different sizes. All the sizes. يعني تقريبا أربعة قياسة. أنا بكفوني هدول اتنين هلا. حطها على جنب العلبة. So this is a cutter. You will see now why I will use it. هيدا كلينكس. بتشوفوا كمان كيف بستعمله ووين بستعمله. هيدا هو ال charcoal pencil قلم فحم وهيدا هو pastel pencil white pastel pencil هيدي محاية الفحم في منها لون في منها لون رمادي بالسوق وزهر هاي محاية عادية هدول كوتون تيج وهيدا ستومب سيت بتجي هيدي السيت كلياتها بقلب هيك باكي نايلون بيجوا كلياتهم مع بعضهم هيدا ريزر I will show you what to use this هيدي علبة باستيل ما بدنا نحن علبة باستيل بس بقلب علبة الباستيل في كتير ألوان بلس في عنا ال white pastel white pastel we can use it okay هيدا it's written soft pastel مش ال oil pastel مش ال wax crayons هيداك ما فينا نستعمل معه لانه بدنا اياه يكون ناشف و soft at the same time هيدا في منه بالسوق فلت بس اذا ما لقيته فلت او لقيته كتير غالي you can always use your white pastel from the pastel box. Hello. All the rest I don't need it now. هيدي ورقة عادية ورقة الفوتوكوبي يلي تعودتوا تستعملوها للسكتشينج وهيدي ورقة from this drawing pad 220 جرام مكتوب عليه انه فينا نعمل بالشاركول بالتشوك بالجرافيت بالبنسل بالباستيل so it is possible to use on this one the charcoal طيب هلا اذا عندنا هيدي الورقه مش معناتها انه ما فينا نرسم عليها بالشاركول بس الافكت يلي بنحصل على هالورقه اللي هي رفيعه 80 جرام هيدي ورقه فوتوكوبي عاديه يعني بيجي فيها اسيد هلا الاسيد ما بتزعجنا هي اكثر ما بتزعجنا الورقه اللي هي مالسه للفحم هلا it doesn't mean that we cannot use charcoal on this one we can بس you will see the difference between the effects So let's take this charcoal. Okay. We can use either a Kleenex. Or we can use الكوتون تيج
or the stump. هلا stump, it's not very clean this side. This side is more clean. بس this razor is used to clean the stump. Stump هي عبارة عن ورق ملفوفين ومضغوطين. It's possible to sharpen it with the sharpener, but it doesn't give a good smooth result. So in order to make this clean, I use the razor. So it becomes clean. So you see, why do we use this? And then when this becomes dirty, هيدي مثل ورق زاز. I can tear up and remove this, and under it I have a clean surface, another surface of razor. So مثل ما قلنا عملنا بالكينكس, عملنا بالكوتون تيج. هلا بدنا نجرب نعمل سماجينج بال ستامب. I can even, if I want to draw with my stamp, I can. مثلا إذا بدي أرسم جرة. هلا بتقولوا لي شو الادفانتج انه نعمل هيك؟ الادفانتج هو انه بيطلع اللون خفيف, ما بيطلع اللون كتير كتير قوي. So هيدي الجرة تبعيتي. That I draw it with the stump. Okay, so if my stump is very dirty with charcoal, I can draw with it. See? بيطلع لي خط أخف. charcoal بيعمل لي خط قوي. أكيد بالشاركول فينا نعمل, إذا منشد نكون عملنا قوي كتير, وإذا منخفف البريشر على الشاركول فينا نعمل خفيف. وعطول بدنا نعرف شغلة, إنه لما نحط الشاركول هيك بهالطريقة بيكون لونه أسود أكتر. لما بحط شاركول وبمرق عليه ستامب أو كوتون تيج أو كينكس, إجباري بده يطلع منه شوي على الكينكس وبده يخف لونه هون. So this is something to know. So we have this and this. What is the difference between this and this? هيدا كمان فحم بقلبه, بس هيدا ما بيمد قد هيدا. يعني مثلا هيدا اذا بيمد هالقد, هيدا بيمد بس بيمد اقل. سي سو هيدا في استعمل لاعمل اشياء بريسيجن, بس it is charcoal. محلات اللي بدي شد شوي في اعمل بها. اوكي, هيدا جرة تبعتي, فيها اعمل بهاي وفيها اعمل بهاي, بس الفرق انه هيدا مش مثل الغبره بيروح. هيدا يعني تقريبا عم بخف 30% من قوته. هيدا بين اللي عملت له سماجينج وبين اللي مش عملت له سماجينج خف اقل بكثير. سو هيدا بيعلق اكثر. So this is on an ordinary paper.
عم بشتغل قبل شوي في جاي شوي على كان في جاي على ايدي غسلت ايدي لانه it's always good to have clean hands whether I'm using charcoal or I'm using pencil it's always good to have clean hands and clean table وهلا بحط ورقتي and I have no problem in ما بخاف انه اجوي ورقتي okay so we are going to try now our charcoals on a thick paper cardboard 220 gram so we are going to use a part for trying and then another part to draw something so first of all في لما منحط ايدنا منحسه خشن شوي منه مالس So, هاي الخشونة تخلي انه الافكت تبع الشاركو تطلع حلوة. So, if I use my stump to spread. اوكي بيطلع اللون كتير خفيف. اكيد انا في اول محل ما بدي اذا بحط طبقة تانية من الشاركو. اوكي. وكل ما بزيد طبقات مثلا هذا البارت بدي اياه اغمق هذا بدي اياه افتح هنيك بزيد طبقات من الشاركول So here it is I get dark and bright هون في اخلطهم ببعضهم بشكل انه يصير الانتقال خفيف بين القوي واذا بدي قوي بعد اكثر في استعمل هيدا يلي ما بيمرق كثير ما بيمد كثير او ما في اعمل له سماجنج كثير and then I have قوي كثير عندي اخف شوي عندي اخف وبعد في اعمل اخف minimum pressure on my hand and smudging بهالطريقة قدرت احصل على كتير قوي اخف شوي اخف اكتر اخف اخف لحديت ما نوصل على كتير خفيف وبعدين الابيض او العكس كمان اوكي سو As you can see, نرجع نجرب هون هيدا هو charcoal when I don't smudge it. وهيدا هو the charcoal pencil when I don't smudge it. هون راح ارجع احط مثله وراح امرقه، راح اعمل له smudging. بحصل على لون جراي ما بيعود اسود مثل ما كان قبل برجع بحط من هيدا واكيد باخذ بارت مثل نيكس ونضيف ليكو كيف بيصير بضل معلم هيدا بس يمد بمد بطريقه كلياتها بتمد هون بمد شوي منه وبضل شوي منه معلق يعني سو بده يضل يبين هيك مثل زيح You see it's not the same effect وبنفس الطريقة كمان هيدا مثلا في اعمل خفيف وهيدا في اعمل خفيف كمان وهون رح نعمل خفيف ورح نعمل سماجينج بدنا نشوف بيطلع لنا ريزلت هيدا I can smudge it 100% بينما هيدا I smudge it بس بضل ببين الخطوط so you have to know the difference هلا بالنسبة للمحايات شو الفرق بين محاية الفحم بياخد شقفة منها
حطه عندي وبسكر التاني لما ينجوي. والمحاية العادية هاي محاية عادية بس لونا صودا. سو إذا عندي مثلا الفحم هيدي لتساي مثلا انا عندي بدي ارسم كيوب هون وكل شيء برات الكيوب بدي محي. With this I can do like this. وبشيل كل ما بكبس بيكون بيلزق هون الفحم وبينشال. في خفف مش 100% بس في خفف منه كتير. بعدين هذا البارت اللي بينجوي بسكر عليه لاقدر استعمل the other parts that are still clean. في محي هيك كمان مثل محاية عادية بس الفرق بين هيدا وهذا هو انه ما بيطلع منه غبرة هالمحاية، بينما هيدي المحاية بتمحي كمان بس ليكو شو بيطلع، بيطلعوا هالاشياء. لما انا بدي اعملهم هيك شو بيصير؟ كون عم تشيل من بضطر هيك مرق ايدي على بارت في فحم. Sometimes we use this. بس شو بدي اعمل بهدول لما في فحم؟ مش مثل البنسل هيدا، هيدا اذا دق ايدي فيه بيروح، اذا عملت هيك بكون عم شيل انا. So this is the difference between using this and this eraser. So for example اذا انا عندي let's say a cone، بدي ارسم كون وبدي اعمل له شيدينج بالفحم. اكيد انا علمتكم الكون ترسموه بقلب ريكتانجل، بس هون انا I can draw it quickly without doing the rectangle ويطلع معي صح. So إذا اللايت جاي من هالميلة، ميلة عكس بيكون في ظل، وأوقات بيكون في هون ظل أكتر. And then هون عندي let's say أنا وعم ظلل طلعت شوي لبرا، شو بعمل؟ بجيب هاي المحاية and then أول طبقة بمرغها شوي، برجع بمرق تاني طبقة and then في استعمل شوي من هيدي اكيد بعرف انه هاي ما بينمحها كتير. هلا اذا بدنا نعرف شغله بالفحم انه اذا بشد كتير وبعمل عده طبقات فوق بعض حتى اذا ومرغتهم بدي محي هيدي مثلا ما عم بقدر شد عليها كتير اوكي بمحي بها. بس بدنا نعرف شغله انه ما رح ترجع الورقه بيضة 100%، حيضل في هيك 20% بيضل معلق على الورقه. سو ما رح نرجع نلاقي بياض الورقة 100%. إذا أنا غلطت أحسن غير الورقة من إنه أقعد محي. And then you see هيدا مش مستحب، هاي المحاية مش مستحب نستعملها لأنه because of this dust that it makes. And then when I want to remove it
بدي مرق ايدي اوقات على الرسمه which is not good. بينما هاي صحيح انه يمكن بتشيل اقل من هاي المحايه بس at least I know that ما بتنزع لي رسمتي. You see انه لما بشد كثير على الفحم مش رح يروح حتى والمحايه 100%، بده يضل في قسم منه معلق على الورقه، خاصه انه الورقه بيضاء وهي سوداء. بس اذا كان خفيف كثير، يسي انه فينا نقول انه تقريبا 100% اختفت. بس هون لانه كنت شاده كثير، كنت حاطه الطبقتين فوق بعض والطبقتين كنت شاده عليهم كثير. سو هلا رح ننتقل لورقه لونها بيج وبدنا نشوف كيف نستعمل الفحم على هالورقه والطبشور الابيض. سو عندي هون ورقه لونها بيج، هون بقدر انا استعمل الباستيل الابيض والقلم الباستيل الابيض. هلا عندي القلم الفحم كمان، سو هيدا ما في ابريه كتير بالمبراية العادية، سو ذاتس واي ببريها بهالشكل. Let's imagine that I have a cone or a tetrahedron and a cube that I want to render with this and this and this and this. And of course, I can use the stump. I can have a clean stump. And كينكس من برا في استعمل. اكيد بدي كمان محاية فحم. This is enough now. So ما رح ارسمهم كتير كبار، رح ارسمهم صغار لحتى لي تشوفوا كيف بتكون رسمة الفحم على ورقة ملونة، ان كان بيج او جراي او any other color other than the white. Okay, so let me start. خليش بي برشل خفيف كتير ارسم. Two objects. ما رح ارسم اكتر لما ياخد كتير وقت بالفيديو. So the light is from here, so the shading, the shadows are from the opposite side of the light. هاي الشادو تبعها هيك وهاي الشادو تبعها هيك. So assuming that the objects are white, هدول الobjects اللي معمولين من polystyrene. So assuming that they are white, I know that the part where the light strikes, يعني هون they should be white and this will be a bit darker. First layer, خلينا نستعمل الألفا. هون بيكون أخف.
it's gonna be white. شوفوا كيف هلا هون ما بدي اياه يكون غامق مثل هيدا، بحط له نتفه ابيض مع الاسود بس اخلطهم ببعضهم. هون اول طبقه بمرغها شوي برجع بعمل لها طبقه ثانيه. هيدي بدخل شوية أبيض هون، بدي هذا الخط الأسود كله يتغطى. بهالطريقة عملت رسمة سريعة. هلا اكيد كل ما بتكون صغيرة الرسمة كل ما تلوينها كمان بتخلص بسرعة اكثر، بس هون هذا بس it's a sample for you to see كيف فينا نلون نستعمل الابيض مع الاسود. على الكرتون الملون اللي منه ابيض اوكي، والبيج هو اكثر لون ارتستيك وباسبارتو يعني بيلبق مع كل شيء. So here we have a quick drawing of two geometric objects with the white and the black. هلا كيف نحمي من بعد ما نحط اسمنا هون، my name and the date of today. اكيد اذا انا كنت رسمتهم بالشاركول حلو اكتب الاسم بالشاركول وشاركول بانسل، لانه هذا بيعمل ارفع، هذا راح يعمل كتير تخين. How do I protect my drawing؟ بما انه الشاركول في بارت منه مثل غبره، اوكي سو اي هاف تو بي فيري كيرفول، مش مثل البانسل. عندي دفتر فيه اوراق كالك، ورق كاز، اوكي تريسينج بيبر. It doesn't have to be this brand. يعني it could be any brand. It doesn't have to be
a known brand which is very expensive. And it doesn't have to be 110 grams, it can be 80 grams كمان. لأنه هون الهدف هو الغاية هي إنه بس نحمي رسمتنا. هيك كنت أقول لهم للطلاب تبعي لما كنا نعمل كلاس بقلب الجامعة كانوا يقدموا لي رسماتهم هيك يسكروا من فوق بتلزيقة اسمها ماسكينج تيب. هيدي تلزيقة. So this is masking tape. هاي منيحة لأنه ما بتخزق الورقة في حال بدي شيء ما بتخزق. So they submit them like this وفيكم تحتفظوا فيهم بهالطريقة. And then when I want to grade the drawing I used to open, see the drawing and then close it again وبحط الرسمات فوق بعض. هيك ما بيعلم هاي الرسمة بقفى الرسمة التانية. So this is everything about the charcoal.